الفريق اللي بعده فريق الشيابه. شفت الحين من نبدا من عنده؟ بس استعجل منك. نبدا من عنده؟ ها؟ من عندي؟ تبنا؟ اي انا احسن منك والله. خذ شوي. فريق الشيابه 1 2 3 اكشن. لا اله الحمد لله على العافيه. ركبت كنت انتظر اليوم ذا اللي اشوفك تمشي فيه كذي. ركبت ما هي زعل. ايه فريق كامل ولا لا؟ جايلك من ذا الحال في اردى ان شاء الله غير مش وسبعة ارواح مرحبا مرحبا ترمب هاتيوس ما تعدل تحدم حذيانك وتحدم بيتي بيتي اقلط اقلط الله يحييك كل يوم انت تتقهوى على خيري اقلط اله الا الله مرحبا مرحبا الله يحييك انت ما قهوه والله انها ما ترد شيء انت صب صب لا بس 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 تقهوى بيحت القهوة علومك يا بطي والله ما ما ماجور ماشي علوم تعبنا طرد هالورعان ذولي ها نطرد هو ورعك وين؟ عند المعزة والحلا انا خليت عند البل خابر عند البل والله ما ادري سنعها ولا ما طعم ما فيهم فايده والله انا تاخر قلت عن هالجيل ذا تجي لي دقيقه خلني اشوف النظارات دي الساعه كم دلحين لا باقي باقي بدري ما عندك علاج اركب لا لا جعلك ما تشفي ان شاء الله وقعدت تعلمك علي اكرهك اكرهك يا بطحي ما بيح القهوه عندنا في البيت الا انت خلص باقي عندك تيوس؟ فيه خير واجد. والله ايش فيك ركبك تعورك؟ ايه تبغى علاج؟ ايه علاج تشتري تيوس؟ بعالجك واعطني تيوس. لا اله. ها ايش قلت؟ بهب لك مره ما اعطني تيس. ما ادري قدر الحين. الله لا يوفقك. اصب القهوه. لا بس بس بس. احسن. ها. انما ضابطة. اله الا الله حق اله تقول لي ولدك عند البل؟ اي خابري عند البل ما شاء الله لي يومين ما جيت البل ما هو في اليوك ذا ما ادري بولفر لا ما يروح ولدي ما لا والله لا يحيي سلا كيف حالكم؟ هذا ولدك؟ لا ما اعرف تعال ايش اللي بشده الله الله لا يبارك فيك كنت طالع توني جاي ايش هذا الخلقين ذي ما كنت عند المعزة الا عند المعزة شنو انت لابس؟ ها؟ هو كان عند المعزة كان عند المعزة الله يوفقه كنت عند المعزة اي عند المعزة ترى اللباس هذا ما هو هذا حق الخواجات وحق ما هو للرجيل اللي لا اله الا الله يا هلا رعيل ما لبس ذلك اي بس اني خاشع عنك يبا يصير خير يا المهبول ما شفت ولد بطحي خليني بدق على عند البل على ولدي وانت ما غير تسربت في ذا الشوارع يا عبد الله ما منك خير تعال تعال عند مرعي تعال هذه هي القهوه الساده اللي تشربها في 60 ايش اسمها؟ في 60 ها؟ هذه القهوه سوداء 3 360 في 60 عط عط بطحي يا رب ينصر ان شاء الله اشرب بطحي اشرب منها اشرب منها هالقار ذا ما نشرب هذا ولدك الله لا يحييك الله لا يبارك فيك انت ولا ابوك كيف حال ما شاء الله ربيت يا ابو الله يترك عند البل كنت في الرياض بارك وش كيف حالك كنت في الرياض بارك في الرياض بارك يعني بارك عليك من احد بارك علي في الرياض بارك وهذا وش مع الشباب مع الشباب هذا مول مول هذا يترك عند البل لا لا ماني عنده وش اللي تلابسه هذا امدحك عند الرجال لابس مجلس الشباب هذه الموضه طال عمرك وش موضه ذي هذه الموضه كل جيل ياخذ طال عمرك تعال حفظ راسك تعال حفظ راسك الله لا يبارك فيك انت ولا ابوك استريح استريح عند البل ها كنتوا تشربتون كلكم الثلاث صح؟ عند الرجال بقى قايل له عند البل اي واضح لا لا طال عمرك اشغلتنا في البل لا عاد اشوفك لابس الخواجه ابشر ابشر هذه الخواجه ما يلبسون الرجل عند البل لا لا يلبس هذا تطور هذا اشوف انها عادي يا بطل اشوف الملابس دي عادي لا ما هي بعادي وش رايك نروح للسوق ناخذ منها ها
اشوف انها زين مريحه ترى مريحه يعني انا ابغى لي نادي يرحب اسمع حبيطه اسمع يا ولدي لا تعلم احد ادري من لعب عليهم ابو عندك شيء عندي شيء يعجبك شيء يعجبك لا تعلم احد بدش بدش وانت عندك ملابس تجي على مقاسي بشتري لك هبه اه على حسابك على حسابي والله الله يكثر حلو هذا والله البر هذا البر شوف ولدي بشيل حسابه ولدك بيعمل لك حسابه ايه كذي وبنت فيها معصي طفاره انت بيك تريت ها بيك تريت خل مرعي عنك مرعي ما عندي مرعي سالفه مش كلام ذا يمشي يا بطل توكلنا على الله توكلنا ايه بتروح تعشينا ذا الليلة ايش توكلنا على الله ما عندي تيوس الله يبارك فيك ها ما اكلت هاتي وش كارشك قدامك متر ما غيرت اكل هاتي وش تاكل امشي امشي يا والدي خل خل حشد لي يا بطحي بسم الله عليك والله تجلك لا اله الا الله رب الله قرب القهوه قرب القهوه قم قم اشكر الله الله يعمر فيك قم يا شربت قم توكل على الله قم تعال قوم بسم الله عليك لا اله الدخت ها دخت قوي زين اقوى دخت ايه بسم الله عليك ركبي ما تعورني ما عليك ما عليك بجدد الشباب للحين منه منه اعرف اسير اعرف اسير الله لا يبارك فيك روح روح صلوا على النبي الربع الصلاه والسلام بيض الله يجيكم العلياني مبدع بشكل عام الفرقة كاملة مبدعة لكن تفضل معي سلطان سم وش فكرة السيناريو؟ والله كذا شيبان ماسكين على الجيل القديم إن ما فيه تطورات ولا فيه ولا أحد يلبس الملابس طيب. الخفيفة ذي بس هذا سيناريو لكم بس خلص أبدعت وتميزت روح الكوميديا فيكم فكرة. عالية جدا هو كوميدي التمثيل كله كوميدي أبدعت فيها أشوف أنكم أشخاص مناسبين في هذا المكان المناسب شكرا ننتقل إلى الناقد والله يعينكم عليه ويعيننا عليه بارك الصحيح تقبل منها أي شيء المشهد كان سيء للغاية شكرا أنت تمثل أنك شايب في الزمن القديم صح؟ لقيت شايب شاور ولدك هذا خطأ ما يصلح في الزمن القديم تكون واضح وصريح على اللي في المجلس هذا واحد ثاني جبت العيد ولا تعوده شو هاي شي العيد ثالثا اشكرك يا عبد الله ضبطت الدور صح شكرا العلياني غير جدي في هذا الموضوع ولا وفق صراحه انا عاكسك استاذ مبارك العلياني ابدع وتميز واشوف ان العلياني اضافه جميله للفن السعودي واشوف ان له صلات وجولات ان شاء الله انا ما بتكلم عن تاريخ اتكلم عن فقره انا اتكلم عن الفقره الحاليه الفكره ما وفق فيها صراحه ممكن كان استهبالي اكثر من اللازم المفروض يكون جدي مع عياله صح ولا لا صح. هذا مشهدكم صح صح انا اعتبره ما وفق صراحه وزياد اعتبره يعطيه يمكن 30% تفضل سيء يا. سيء بعطيكم 3% 3 من 10 ننتظر النتائج النهائيه تفضل معنا أما من ناحيه سلطان سلطان ابدع في دوره الرياض بارك من اللي بارك عليك حلو جدا الشباب الباقين اشوف انهم ما وفقوا اعطي سلطان 8 من 10 كتمثيل الرساله غير هادفه نهائيا شكرا الله يعطيكم العافيه المشهد كوميدي ترى يعطيك شكرا في اي رساله شكرا يعطيكم العافيه تفضلوا الكنترول يبقى شكرا لكم الفرقه اللي بعد الفرقه اللي بعدها علي مناحي وحمد المهام فرقتك متعب صح نعم شو اسم فرقتك ها دقيقه هلا بالشاي كيف يبقى مريحه زينه بطحي ولدي شرالي يلا لا يوفق انت ولدك لا هذا والله هذا الخط الكبير ما عاد به ما عاد به يسجل في نادي ما عاد به لا 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 شيفاتك تربوي ايش رايكم نقاط انا قلت لك قبل شيء انت روحك جميله وكوميدي جدا وقلت بعد العلياني ابدع وتميز وانت اضافه للفن السعودي
شكرا حبيبي، الله يسعدك. فبيض الله وجهك انت وزياد البشيري، ختاميتك هذه جميله جدا، خارج عن المألوف، شيء ارتجالي. ما ادري اقول لك يعطيك العافيه ولا اقول لمشعل يعطيه العافيه، لكن مشعل الفكره هذه كلها جزاك الله الف خير. حاب تقول شيء؟ ما وفقت في هذا المشهد يا عبد الله، لكن تاريخك مشرع والرخصه اللي اعطوك اياها تستاهلها. تستاهل الطيب. لكن ما وفقت شوي، كنت استهبالي شوي فوق اللزوم. على عجله والله مشغول. خليك جدي. لكن ابشر بالعوض. فالك التوفيق. وياك. راسك العوض، ما ازيد على كلامهم. زياد شكرا. الله يبيض وجهك. شكرا. لك مستقبل مبارك. وفقكم الله. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. فرقه متعب بن رقعان واخوياه.